يظل يستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. شوطنا الثامن اعلنت انطلاقته، مذكرين بانطلاقة الفترة المسائية، التحضير في تمام الساعة الواحدة والانطلاقة في تمام الساعة الواحدة والنصف بإذن الله تعالى مع أشواط رموز ثنايا أبناء القبائل في الفترة المسائية، فكونوا مع الموعد عبر الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسنج وقناة ياسر الرياضية والقنوات الأخرى الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهد دبي. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تعلن هذه الانطلاقة، وشوطنا السابع خاص بالجعدان الثنايا من فئة المهجنات الأصايل مباشرة إلى مقدمة الشوط، ناصي لمبخوت بن محمد بلوتي العامري يتقدم في المركز الأول في الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز والمتدخل في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء هذا هو الوسمي لراشد بن بخيت بن مقارح ياتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل فيه عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي خذ المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع هذا هو بارود لاحمد بن محمد بن قضيب العليلي وصل بارود في المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس هذا المركز الخامس ايضا هيالي ياتي محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات وياتي في المركز الخامس. النقلة مباشرة الى المركز السادس لاجد في سادس المراكز هذا طربان لحمد بن عبد الله بن علي ابو هليبة خذ المركز السابع، بينما اللي في المركز الثامن هذا صوغان عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري خذ المركز الثامن في هذه اللحظات، والمركز التاسع هناك الدخول من الغزال للسيب سعيد الخريباني النعيمي خذ المركز التاسع، المركز العاشر يصل في هذه اللحظات هذا سنجار لسلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام عشاق هذه الرياضه، بينما هناك ايضا اسماء خلف العشر قادمه للمنافسه، قادمه للقوه والاثاره، ترقبوا مفاجاتها من خلال المنافسه ومن خلال شوط الجعدان الثنايا المهجنات الاصايل، ثاني اشواط المهجنات، ثامن اشواط هذا الصباح مشاهدين الاعزاء. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره الاولى اللي غير الوسمي راشد بن بخيت بن مقارح يتقدم مع الوسمي على المركز الاول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي يتقدم مع عنيد على المركز الثاني، شوفوا اللي تدخل خذ المركز الثالث هذا هيالي لمحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي، وصل بن حضيرم يتقدم مع هيالي، بينما هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ناصي لمبخوت بن محمد بن لوتية العامري يتقدم بأحد الأسماء القوية صاحب الإنجازات وصاحب الأداء وصاحب الرمز أيضا في مهرجان الذيد يتقدم هنا ويأتي في هذه المنافسة الرائعة مع بلوتية، بينما هناك الوصول والدخول من خلال المنافسة بارود لأحمد بن محمد بن قضيب العليلي بدأ يتدخل إلى المجموعة الأمامية يأخذ له موقع من خلال الفايف ستار للخمسة المراكز الأولى، بينما هناك القادم في هذه اللحظات وأيضا الدخول الجميل من شعار بن زيتون، وصل عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري مع اللي هو صوغان، صوغان وصل في هذه اللحظات خذ المركز السادس، المركز السابع هذا الغزال، الغزال لسيب سعيد الخريباني النعيمي بدا يتغزل الغزال على المركز السابع الخريباني، القادم من العين دار الزين يتقدم شعاره الجميل ويقدم لنا هذه الانطلاقه، بينما الدخول الاخر من سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي، وصل بن حضيرم في هذه اللحظات يقدم لنا سنجار على المركز الثامن، المركز التاسع، المركز التاسع هذا المهندس لخليفه بن سيف بن محمد بن سيف الغفلي، وصل المهندس وتقدم المهندس في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء
ومتابعين الكرام، بينما المركز العاشر تدخل في هذه اللحظات، هذا هو مرضي لضاحي بسعيد بسيف المشغوني، وصلوا ابناء سويحان وتقدموا في صلب المنافسة والأداء المتميز. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، بدأنا نقترب من لوحة الأربعة كيلومترات لتنقضي أربعة كيلومترات، ونبدأ في أربعة كيلومترات أخرى جميلة بالمنافسة، جميلة بالتحدي المثير. الصدارة والمركز الأول، اللي خذ المركز الأول وبدأ يغير، هذا هيالي لمحمد بن راشد بن حضير ملك تبي، هيالي على المركز الأول، هيالي على الصدارة الأولى. الوسمي في المركز الثاني، يتقدم هناك راشد بن بخيت بن مقارح، يأتي بن مقارح ويقدم لنا الوسمي، بينما عاد ناصي مرة أخرى شعار باللوتية مبخوت بن محمد باللوتية العامري، يقدم لنا ناصي. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات بارود لأحمد بن محمد بن قضيب العليلي، بينما تدخل المشغوني، المشغوني خذ المركز الخامس، يقدم لنا مرضي ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني، الدخول الجديد وأول إذاعة لهذا الاسم. على المركز السادس وصل برق لشليويح بن مطر بن سيف المنصوري، يتقدم والقادم من الظفرة يقدم لنا هذا الاسم، اسم برق أيضا يتدخل على أيضا هذا المركز. المركز السادس، المركز السابع بن حضيرم يأتي مع سنجار راشد أو سلطان بن راشد بن حضيرم الاكتبي، يتقدم ويقدم لنا سنجار في هذه اللحظات، بينما الدخول الجديد، الدخول الجديد هذا الصافي سعيد بن محمد الخلفان بن بينونة يتقدم، مرحبا يا بن بينونة، مرحبا يا راعي ظبيان، يقدم لنا اسم صافي في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذه المنافسة. خذ المركز الثامن، المركز التاسع وصل هناك المهندس خليفة بن سيف بن محمد بن سيف الغفلياتي في هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، يأتي في هذه اللحظات، وهناك رعد حمدان بن محمد بن مبارك العفاري بدأ يتدخل. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المركز الأول. بدأت الأسماء تقترب، بدأت الأسماء تقترب، هناك الأسماء القوية يا راعي برق، وصلوك الجماعة يتقدمون من اسم إلى اسم، ولكن هناك الصدارة والمركز الأول. يأتي هيالي محمد بن راشد بن حضير من الكتبي، المركز الثاني، المركز الثاني هذا ناصي مبخوت بن محمد بن لوتية العامري، وصل المشغوني، وصل المشغوني، بدأ يقدم لنا انطلاقاته، بدأ يأتي مع مرضي ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني، يأخذ المركز الثالث، المركز الرابع هذا الياهي، الياهي وصل ناصر بن سالم بن دومان العامري، وصل في هذه اللحظات خذ المركز الرابع. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك يأتي بهذه الانطلاقة ويأتي بهذا الأداء المتميز، الله، شوفوا الأسماء، وصل باروت أيضا أحمد بن حمد بن قضيب العليلي، يتقدم العليلي ويقدم لنا هذا الاسم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك الدخول، هناك الوصول، يا لها من أسماء، يا لها من تحديات مميزة، ليصل سنجار سلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم هالكتبي، يصل في هذه اللحظات، ايضا دخول جديد وممتاز. هناك يا ترى من القادم؟ هذا المهندس خليفة بن سيف بن محمد سيفة الغفلي، ياتي الغفلي في هذه اللحظات. شوفوا التجمع، شوفوا التجمع الجميل لهذه الأسماء، لهذه التحديات. هناك ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي، وصل الحوز، وصل الحوز، ولكن براق، براق من الزاوية الأخرى، براق من الزاوية الأخرى يتقدم هناك، أو برق الشليويح بن مطر بن سيف المنصوري، سلامي عليك يا شليويح، أيضا يقدم هذا الشعار، هذا الشعار الأسود والمطرز بالأبيض، عاشقا لهذا الشعار، يتقدم مع هذه الانطلاقة ومع برق في هذا الاندفاع المميز، في هذا الاندفاع الجميل. أهالي الظفرة ينتظرون السلامات يا شليويح، يبون السلامات يا
شليويح هناك ينتظرون من خلال تواجد ايضا شليويح من مطر مسيف المنصوري من الزاوية الاخرى. الله شوف الوصول، وصل مطيلان، وصل مطيلان والمضمر الخلوق يصل هناك. بن الصغيرون حميد، بن الصغيرون بن حميد الدرعي يقود، حامد بن الصغيرون بو محمد يتقدم مع مطيلان، يبغى له مراقبة، قادم من مصانع الجنوب ولكن شليويح بالمرصاد من السياج الخارجي يقدم لنا برق. عودة إلى مقدمة الشوط، صاحب العوايد، صاحب العوايد يقدم لنا ناصي 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 ناصي، يأتي أيضا هناك ويتقدم مبخوت بن محمد بن لوتية العامري، يتقدم على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. ما شاء الله، هذا هو ناصي يأتي في المركز الأول. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز الجميل، ما شاء الله، لناصي على المركز الأول، لناصي على مقدمة هذا الشوط. يتقدم أيضا باللوتية، باللوتية على المركز الأول، باللوتية على مقدمة هذا الشوط. أيضا يقدم لنا انطلاقاته في رصيد بندق في مهرجان زيد، يتقدم هناك أيضا مبخوت بن محمد باللوتية العامري، ويأتي من خلال هذه المنافسة القوية. شوفوا الأسماء، شوفوا التحديات، ما شاء الله تبارك الله، وصلت الأسماء، وصلت الأسماء من حضير مواصل، من حضير مواصل سنجار، سلطان بن راشد بسويدان، من حضير ملك تبي، وصل أيضا ناصي، خميس بن محمد بن سالم الحوز الراشدي، وصل الحوز، يتقدم الاسم الجديد بن رشيد، بن رشيد، بن رشيد وصل، يقدم لنا انطلاقاته. أول إذاعة لساهر أحمد وسلطان بن رشيد، وصل مطيلان لبصغيرون، ولكن ناصي 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 إلى زاخر، إلى زاخر، إلى زاخر، إلى العين دار الزين، ناصي 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 يتقدم هناك، يتقدم مبخوت بن محمد بن لوتية العامري، سلام العين، سلام سلام العين، سلام يوم 30/10 في رصيد بندق في مهرجان الذيد، يضيف إنجاز آخر بين المركز الثاني. وصل هناك ايضا ساهر احمد وسلطان بن رشيد، المركز الثالث ناصي، خميس بن محمد بن سالم الحوز الراشدي، المركز الرابع مطيلان لحميد بن الصغيرون بن حميد الدرعي، والمركز الخامس الهيالياتي او هيالي لمحمد بن راشد بن حضير بن الكتبي. تهانينا والناموس، وصول من برقة لأيضا شليويح، وصل في هذه اللحظات بن مطر بن سيف المنصوري يتقدم ويأتي في هذه المنافسة، ولكن نعود بالتوقيت الزمني 12 دقيقة و42 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ناصي مبخوت بن محمد بن لوتية العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في 12 دقيقة 44 ثانية و6 أجزاء من الثانية، ساهر الأحمد وسلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان شعار الحوز 12 دقيقة 45 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز مع ناصي خميس بن محمد بن سالم الحوز الراشدي على هذا الفوز والانتصار.